يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل زيارة القبر للدعاء للميت والصلاة عليه بعد سنة أو أكثر تعد جائزة؟ نعم، هل زيارة القبر للدعاء للميت والصلاة عليه بعد سنة؟ الصلاة لا، الصلاة ما يصلى عليه إذا طالت المدة، ما يصلى عليه لأنه فني جسمه تحلل. يقولون إلى شهر، الصلاة على القبر إلى شهر لمن لم يصلي عليه، إلى شهر، لأنه بعد الشهر في الغالب أنه تحلل. وأما الدعاء فهذا مفتوح دائما، تزوره وتدعو له وتسلم عليه لا بأس. نعم.